بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة محاسبة، شعبة محاسبة، بنتقابل دلوقتي مع بعض في موضوع بحثي في مادة المحاسبة الحكومية. بنقول أول صفحة عندي بنبدأ نكتب فيها وزارة التعليم العالي، المعهد العالي للعلوم والتجارب بالمحلة الكبرى، والجهة التانية بنحط الشعار سيان كان يمين أو شمال زي ما يتراءى ليك. يعني بحث مقدم عن دور الموازنة العامة للدولة في الرقابة على المشتريات الحكومية، اللي هي المشتريات اللي بتتم في الجهاز الحكومي، تمام؟ فبنقول دلوقتي مقدم إلى المعهد العالي للعلوم التجارية وأسماء الطلبة. طالب لوحده بيكتب اسمه، 2 3 على حسب، بنحط 1 2 3 4 5 أقصى حد ونحط أسمي. فرقة الثالثة شعبة محاسبة، المادة عندي محاسبة حكومية. أجي على الورقة الأولى وأجي كاتب عندي محتويات البحث، المقدمة، وبعدين الأهمية البحث، محاور البحث، النتائج والتوصيات، النتائج والتوصيات، وبعد كده بنكتب المراجع. المادة عندي مادة المحاسبة الحكومية. طيب، وابدأ على طول في نفس الصفحة احط المقدمة، يبقى المقدمة في الصفحة رقم كام؟ 1. محاور الأهمية، طيب المقدمة بكتب فيها ايه؟ اشوف الموضوع كله وابدأ احط 3 سطور عن الموضوع اللي انت هتشتغل فيه وتحطولي تحت كلمة المقدمة. بعد كده بتحط كلمة أهمية البحث، البحث ده مهم في ايه؟ ده بيعالج او بيشوف الرقابة على الشراء عن طريق الايه؟ الحكومة، واشكال الشراء عن طريق الحكومة، المزايدات والمناقصات، ويبدأ ان هو يتكلم عن الكلام ده كله. فاهم حاجة عنده تحقيق الرقابة على عملية الشراء عن طريق الايه؟ الجهاز الحكومي او الشراء عن طريق الحكومة. ماشي شغال. خلاص؟ ماشي يا محمد، ماشي، خدها. أهمية البحث، خلاص خدت نقاط أهمية البحث، 2 3 4 على حسب. بعد كده بنخش على محاور البحث، أحط المحاور بتاعت البحث مجملة الأول، يعني تحت بعضها الأول منصوصة بدون تفنيد أو بدون تفصيل. نمرة 1، طرق التعاقدات والمعالجات المحاسبية، عملية التعاقدات اللي بتتم ما بين الجهاز الحكومي والمورد أو الموردين، بين الجهاز الحكومي وبعضه، منشأة حكومية قصاد منشأة حكومية تانية. يعني أنا عندي دلوقتي مثلا في التعليم العالي، خلاص في الوزارة، هبدأ أشتري من شركة تبع القطاع العام أو من قطاع تاني حكومي، أعمل إيه؟ او من مورد خارجي اعمل ايه واسجل ازاي؟ واحط عندي امثله، وعندي امثله للكلام ده كله، واحط المثال وحله. انا كان يهمني اعرض الكلام ده النهارده لان عندي في الماده بتاعتي محاسبه حكوميه في بعض مش في بعض ده الماده كلها ماده حسابيه او محاسبيه، واخده المثال والحل بتاعه ازاي ان انا اعمل بحث. حط وانت بتحط الموضوع تبدا تقول لي طرق التعاقدات والمعالجات المحاسبيه، وهتحط عندي النقطه الثانيه الامثله والحلول. معالجه المحاسبيه للمناقصات العامه، المناقصه. بعد كده احتمالات تنفيذ عمليات الشراء دون مشاكل، يعني انا دلوقتي وانا بشتري جبت ومفيش مشاكل، في بعض احتمالات هتبدا تحط الاحتمالات ديت، وده هيصير من ضمن الايه؟ الامثله والحلول بتاعتها. كده انا حطيت المحاور بتاعتي، ابدا اخد بقى كل محور واوضحه. المحور الاولاني اللي هو بيتكلم عليه طرق التعاقدات، اجي حاطط طرق التعاقدات وابدا اتكلم على طرق التعاقدات بتتم ازاي، واحط المثال والحل بتاعه. ده خلاص خلصنا من المحور الاولاني. اخش على الثاني، المناقصات، هي ايه المناقصه؟ عباره عن ايه؟ وايه الفرق بين المناقصه والمزايده؟ ابدا احط الكلام ده كله، واحط عندي برضه الامكانيه لعمليه اجراء التعاقدات وشروط التعاقدات بتاعتي. اخش بعد كده تنفيذ العمليات بدون مشاكل، او ما احط الاحتمالات، ومن ضمن الاحتمالات اللي هو من ضمن ايه؟ بنقول عدم وجود مشاكل في اجراء عمليه الايه؟ الشراء، واحط الامثله والحل بتاعها. الجزء اللي هو ده بنسميه المتن بتاع
البحث، متن البحث خد معاك مثلا صفحتين ثلاثة، الصفحة دي صفحة رقم كان 2، يبقى أنا دلوقتي بقول المحاور الأهمية موجودة في صفحة رقم 1، المحاور موجودة بداية من صفحة كام؟ 1 برضو، وأبدأ أمشي، خدت 6 صفحات، 7 صفحات، صفحة اللي وراها هتبقى صفحة رقم كام؟ 8، يبقى أنا عندي دلوقتي النتائج والتوصيات، الصفحة رقم كام؟ 8، خدت الصفحة كلها، دخلت على الصفحة رقم 9، أحط فيها الإيه؟ المراجع، اسم الدكتور، وهتلاقي عندك كتاب سعادتك أو كتاب حضرتك، هتلاقي عندك الكتاب موجود عليه 2 دكاترة، تمام؟ فبيتكتب على الكتاب او بيتكتب على المراجع دكتور فلان الفلاني فصلة، والدكتور اللي معاه، تمام، الدكتورة اللي موجودة على اسمها على الكتاب، وتجي فاتح علامة التنصيص وتحط عندي اسم الكتاب وتقفل وبره فصلة كمان، وتجي حاطط المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، ها، بعد منها تحط السنة، وفي النهاية بتحط نقطة كده. تقريبا احنا خدنا الشكلين بتوع الابحاث، الشكل لما يكون البحث بتاعي عبارة عن صياغة نصية مباشرة، او البحث اذا كان في شكل صياغة نصية وفي نفس الوقت عندك تمارين عملية بتبدأ تحط المثال والحل بتاعه. خدنا الشكل ده وخدنا الشكل ده لان كان في استفسارات من بعض الطلبة عن الموضوع ده، فاحنا كده تقريبا اجملنا واشملنا اشكال الابحاث كلها في المادتين للفرقة الثالثة، سواء كانت مادة المحاسبة الحكومية زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام مني على السبورة، او فيما سبق مادة المراجعة. وبكده ان شاء الله نبدأ نستقبل، او المعهد يبدأ يستقبل منكم الابحاث باذن الله، وان شاء الله توفقكم ونشوفكم على خير باذن الله في الفرقة الرابعة السنة الجاية باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.